باشمهندس كان عندي أسئلة مع بس هي مش يعني هي لها علاقة بالأو إم بس مش المسائل اللي عندنا في المنهج، ممكن ولا بعدين؟ اتفضل يا حسن. ماشي اتفضل، لو اسأل أسئلتك ولو لقينا إنها محتاجة تبقى بعد الميتنج خليها بعد الميتنج. يعني قول اتفضل. خلاص، هي حاجة ليها علاقة بال يعني بيقول لي احسب ثانية واحدة باشمهندس. اتفضل حاضر، هجيب المسألة قدامي. ثانية واحدة، ماشي ماشي. طيب هو في أول مسألة مديني البيريود كذا بيريود والاكتوال، وطالب مني اللي هو الفوركاست، أنا جبت الفوركاست مش مديني ألفا، تمام؟ طيب هو مديني الفوركاست بتاع أول بيريود خالص، فأنا جبت منها ألفا، يعني ممكن أشير سكرين؟ طيب انا اعمل لك ممكن بوست. بعد، ممكن ولا ممكن بعد الميتنج؟ طيب اصل الفوركاستنج هيفيد الناس برضه عشان ميد ترم، خلينا كده نشوف. طيب ثانية واحدة. ماشي المفروض انا خليتك هوست يا حسن. ثانية واحدة. هو كده السكرين واضحة يا باشمهندس ولا لأ؟ لا مش ظاهرة. طيب ممكن أقفل من التليفون وأفتح من اللاب بس وأشير؟ طيب هي الحاجة أصلا موجودة عندك على التليفون؟ موجودة بس مش عارف أجيبها على التليفون إزاي، لأن بس أعرف أفهم من على اللاب يعني. طب كمل كده السؤال بس شفوي وأنا معاك على ما تفتح اللاب، يعني خلينا معاك كده عشان ما نضيعش وقت. خلاص تمام. هو زي ما قلت لحضرتك اداني او الاكتوال البيريودز كلها، وطالب الفوركاستنج ليهم، واداني تمام. اداني الفوركاست الاول بيريود خالص وما ادانيش الفا، فانا جبت الفا. ثانية واحدة. طيب لو ممكن حد عنده أسئلة باشمهندس يعني اتفضل، ماشي ماشي وانا ماشي على ما ماشي. تفتح. ماشي تمام. مش مصير لو حد عنده أي أسئلة. ها يا شباب. طيب يعني جزء الأسئلة ده مش إجباري طبعا، فاللي عايز يتفضل. أخرتكم معلش وطولت عليكم وبعتذر. اللي عايز يمشي مفيش أي مشكلة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الامتحان ما نتخضش من السؤال، يعني الامتحان هتلاقي السؤال ممكن كبير ويبدو ان في تفاصيل كتير، لكن احنا بندور على المعلومات اللي تفيدنا واللي تخلينا نحل، فمحدش ابدا يتخض من الامتحان، وزي ما اتفقنا تركز في الحل، ونحاول قدر الامكان ان احنا نكتب تعليقات توضح ان احنا فاهمين على قدر الامكان، كل ما نكتب تعليقات كل ما يكون افضل واحسن. هو يا باشمهندس كده الامتحان لغاية ما احنا شرحنا نفس السكشن صح كده؟ عشان بس مش متابع. ايوه تمام. هيا يا مستر حسن. تمام، انا دخلت باشمهندس من اللاب وهقفل اللاب. ممكن تخليني اشير كده من اللاب ولا؟ هو بقى انت دلوقتي بقيت الهوست على الموبايل احنا اللي فانت اللي مسكنا هتخلي الاثنين. نفسك. انت الهوست. ثانية واحدة معلش. ماشي اتفضل بارك الله فيك.
كده حضرتك خلصت الباشمهندس. باشمهندس. طيب ما اقفل، طب اطلع من التليفون عشان انا مش عارف انت مين. انا حسن حسن كده كده سامع ده في التليفون خالص. اطلع بس من التليفون، ليف الميتنج من التليفون ماشي عشان انا الاثنين حسن عبد الحميد قدامي. يلا يا حسن. حاضر يا باشمهندس، معلش التليفون معطل بس أنا مش مش عارف عارف أتعامل اكمل معاه. ولا ماشي تمام. طيب دي أول مسألة اللي هي مدين الفوركاست، مدين الاكتشوال، بعد كده بيقول لي احسب الفوركاست للبيريود اللي هي البيريود 1 ومدين الفوركاست للبيريود اللي هي نيجاتيف 5، فما ادانيش الفا فانا حاولت احسب الفا. طيب تمام. تمام، في كده الفا صح ولا لا؟ او الفضل اللي انا فرضته صح ولا لا؟ ثانية واحدة بس أفكر معاك. هو أصلا قال لك إن دي exponential اه smoothing صح؟ طب انزل كده معلش يا حسن أشوف بس رأس السؤال ثانية واحدة. بسرعة. I single exponential smoothing to estimate the period's demand assume in forecast بكذا. Note that you are trying to find next period which is period 1. طب الفا بكام؟ الفا طلعت بكام؟ ألفا طلعت معايا بواحد وتلاتة من عشرة، 1.3. لا ما ينفعش، لا كده مش صح طيب كده يعني. لو ده وضع المسألة in a sense you determine your process in question كذا estimate the assigned defect rates مش عارف ايه. طالما ده الوضع لا يبقى يعني هتفترض الفا وتشتغل. أفترضها بكام ألفا ولا هي الالفا رقم من 0 ل 1 من زيرو كسر. لواحد؟ انت ممكن تمام، يكون حتى عندك خطأ في الحسبة، يعني خطأ معين في الحسبة، لان هي ما برضو من الرقمين اللي قدامي دول ما ينفعش تطلع ب 1.3. انا فرضت اللي هو الاكتشوال والفوركاست كذا وكذا يعني، مش بعدين جبت قيمة الالف. استنى بس، هو القانون كان ايه؟ تمام الفوركاست تمام بيساوي بيساوي شفت بقى، ما هي دي الغلطة. الفوركاست بتاع بيريد مثلا 2 بيساوي الفوركاست بتاع بيريد 1 زائد الالفا في الاكتشوال بتاع بيريد 1 ناقص الفوركاست بتاع بيريد ايه؟ 1. فهمني يا حسن؟ انت المفروض يكون عندك 3 ارقام، فوركاست السنه الجديده وفوركاست السنه القديمه واكتوال السنه القديمه عشان تعرف تجيب الالفا، غير كده هيبقى حلك مش مظبوط. يبقى احنا هنا نفترض الفا ونشتغل عليه، بس تبقى عارف ان الالفا يعني يمكن يكون ده السؤال، ان الالفا انت عارف ان هي رقم من زيرو له. حد افترض مثلا الفا ب 2 ب 1 بنص يبقى هو غلطان. تمام. انا اللي عملته ان انا افترضت اللي هو الفوركاست تمام بتاع ولا ايه؟ البيريود 2. تمام، انا الغلطه اللي عملتها كده ان انا افترضت الفوركاست بتاع البيريود 2 اللي هو خدتها نفس الاكتوال بتاع البيريود 2، يعني انا ما كانش مديني 696 فانا فرضتها ان هي الاكتوال لا ما هو بتاعها. ده مش صح. تمام ده صح في حاله واحده، ان انا ما كنتش اصلا مديك كاست بيريد 1. هو اللي مدوني بس الفوركاست لا بتاع ده مش البيريود صح 1. يا حسن، انت كده الحيطه مرتفعه صح. لو اداك بتاع الثانيه كمان تقدر تجيب الامر. طيب هو كان بيسألني على حاجة اسمها ديفكت ريتس، هي ايه الديفكت ريتس؟
لا مش عارف، مش خليك معايا ثانية واحدة حسن. نعم مش مهندس. كده معلش يا حسن، ثانية واحدة بس، معايا تليفون، ثانية واحدة. ماشي تفضل. يلا يا مستر حسن، بقول لك انا مش عارف الديفكت ريتس دي، مش عارف. خلاص هو الباقي معتمد على اللي هو الديفكت ريت. طيب خلاص، طيب خلاص شكرا يا باشمهندس. العفو يا حسن، العفو. ايه يا باشمهندسين، اي سؤال؟ اي حد عنده مشاكل؟ طيب اشكرك يا باشمهندسين، شكرا جزيلا.